شاركت وزارة التربية والتعليم في منتدى قدوة للمعلمين الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحت رعاية كريمة من الشيخ محمد بن زايد الهيان ولي عهد أبو ظبي. وترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وفد الوزارة الذي ضم عددا من المسؤولين والمعلمين. وقد افتتحت أعمال المنتدى بكلمة لمعالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطرق خلالها إلى البرامج التطويرية التي يتم تنفيذها بقطاع التعليم الإماراتي، كما اشتمل المنتدى على فعاليات تربوية عديدة تخللتها جلسات حوارية ركزت على تعزيز مكانة المعلم وتقدير دوره التربوي، فضلا عن التأكيد على أهمية مواكبة التعليم للمستجدات العلمية والتكنولوجية لدورها البارز في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، إضافة إلى التأكيد على أهمية تمهين المعلمين باستمرار بما يواكب التطور العلمي المتسارع وبالشكل الذي يعزز من جهود المعلم في أداء رسالته التربوية السامية ويساعد ويؤهل الطلبة لمتطلبات المستقبل. وقد أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بهذا المنتدى وبما قدمه الخبراء الدوليون المشاركون فيه من آراء ومقترحات وما تم طرحه من تصورات حول واقع التعليم في المستقبل، مبينا أن الوزارة تسعى للاستفادة من كل ما يطرح في هذا المجال وبالشكل الذي يخدم المسيرة التعليمية في مملكة البحرين، معربا عن تقديره واعتزازه بما وصل إليه مستوى التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال التعليم على الأصعدة كافة، تجسيدا للعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين. هذا المنتدى يحظى بأهمية كبيرة من خلال المواضيع التي تم التطرق إليها وكذلك أيضا ما تضمنه من أفكار مهمة حول دور المعلم في المرحلة القادمة، في خصوصا وأن التعليم يشهد تطورات كبيرة في مختلف دول العالم. واليوم أيضا يتواجد معي عدد من الزملاء من المعلمين من مملكة البحرين، وذلك تأكيدا للعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي وصلت في المجال التعليمي إلى مرحلة متقدمة بفضل الدعم والمساندة من القيادة الحكيمة في كلا البلدين، يحفظهم الله ويرعاهم. شرف كبير لنا أن عندنا أخواننا من البحرين مشاركين في هذا المنتدى وبرئاسة معالي الوزير. طبعا هذه اللقاءات الخليجية يصير فيها تبادل أفكار وآراء وتبادل تجارب في مصلحة التعاون بين الدولتين الشقيقتين. علاقاتنا قوية نحن، والتعاون التعليمي بين دولة الإمارات والأشقاء في البحرين صار من سنوات كثيرة، بس الآونة الأخيرة والحمد لله أن التعاون وتبادل الزيارات صار بفعالية أكثر، تبادل الخبرات في رخصة المعلمين، في تطوير المناهج، في إعداد المعلمين. فتوجه بالشكر الجزيل إلى إخواننا في البحرين على دعمهم المستمر وحرصهم المتميز على توثيق التعاون ورفع أصعدته في كل زيارات.